السلام عليكم. قبل 15 عاماً وتحديداً في 20 من سبتمبر المجيد عام 2002 شهد اليمنيون إنجازاً تاريخياً هو الأول لهم في بطولة العالم لكرة القدم، إنجاز حققه منتخب الناشئين بفوزه في نصف نهائي كأس آسيا تحت سن 17 عاماً ليتأهل عن جدارة إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي أقيمت في فنلندا. أطلق عليه في تلك البطولة بمنتخب الأمل، ومنذ ذلك الحين افتقد اليمنيون لنجاح يجدد الأمل في قدرتهم على المنافسة والوصول إلى البطولات العالمية. في 22 من سبتمبر الماضي تجدد الأمل من جديد بتأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا عقب فوزه على منتخب قطر ومنتخب بنغلاديش. تحدى الناشئون ظروف الحرب وتجاوزوا كل المعوقات وانتزعوا للشعب فرحة وسط كل المآسي التي يمر بها الوطن. في حلقة اليوم نقف عند هذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه أبطال منتخبنا للناشئين ونناقش التحديات والعراقيل وفرص الفوز المتوقعة. في البداية أرحب بضيوفي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي الرياضي الأستاذ عبد الرحمن عقيل، وسيكون معنا من صنعاء مدرب منتخبنا الوطني للناشئين الكابتن محمد ختام، وسيكون معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة من القاهرة الأستاذ شفيع العبد، وكذلك سيكون معنا الكابتن أحمد الجعدي مسؤول إداري لمنتخب الناشئين. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا، وأبدأ هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب مع الصحفي الرياضي الأستاذ عبد الرحمن عقيل. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الرائعة التي تستضيفون فيها الذين أعادوا الأمل للشعب اليمني ورسموا الفرحة على وجوههم بالتأهل إلى النهائيات الأسيوية. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. في البداية، كيف تابعت الإنجاز الرياضي الذي حققه الناشئون رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن؟ لا شك أننا جميعا تابعنا وبشغف هذا الحدث المهم والذي أعاد الأمل إلى الشعب اليمني ورسم الفرحة ووحد هذا الشعب خلف هذا المنتخب الذي توج بحمد الله عز وجل إلى التأهل إلى النهائيات. وتأتي هذه الفرحة بفرحتنا الأخرى التي نحتفل بها في العيد 55 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، فجعلوا الفرحة فرحتين هؤلاء الأبطال الذين توجوا هذا الشعب اليمني الكريم. نعم أستاذ عبد الرحمن، هل كان الحظ في يعني حليف منتخبنا الوطني للناشئين، أم هناك جهود بذلت، هناك إصرار عزيمة من المنتخب، من اللاعبين، من المدرب؟ الحظ يعمل شيء بسيط، لكن هناك الإعداد، هناك الإمكانات، هناك العزيمة، هناك الإصرار، هناك كتيبة الكتيبة اليمنية، كتيبة محمد ختام، هي التي استطاعت أن تنتزع هذا الفوز العريض وتهدي الشعب اليمني هذا التأهل. لم يأتي من باب الصدفة ولا من باب الحظ على الإطلاق، إنما جهود هؤلاء الكتيبة وجهود الاتحاد بقيادة الشيخ أحمد صالح العيسي وأعضاء الاتحاد الذي بذلوا كل ما بوسعهم للمشاركة في هذه البطولة. نعم، فيما يخص أستاذ عبد الرحمن المنتخب أو منتخباتنا الوطنية بشكل عام، ربما أكثر حظوظ يعني يحققها منتخباتنا الوطنية منتخبات الناشئين. أين تكمن العقدة في مواصلة هذه النجاحات؟ يعني عندما ينتقل إلى منتخب الشباب، المنتخب الأول في المنتخب الوطني الأول، لماذا يتلاشى هذا النجاح وهذا الظهور الرياضي المشرف للكرة اليمنية؟ أعتقد هناك أسباب كثيرة جدا، ومنها أننا في المنتخبات في الناشئين نتحدى الصعاب ونحفر أسماءنا واسم اليمن في كل مكان ونتأهل إلى النهائيات دائما، ونصنع ونرفع العلم اليمني والنشيد الوطني في كل المحافل الدولية. لكن عندما تنتقل إلى الشباب، وغالبا الشباب يحققون أيضا نتائج طيبة ونتائج ممتازة،
وحينما تنتقل إلى المنتخب الأول هنا يزداد الحمل ويكبر ويكثر العبء، وبالمقابل يكون الخصم أقوى وإمكانياته أفضل وإعداده أفضل، فهنا تكون هنا المشكلة في عملية المقارنة في الجوانب المادية وجوانب الإعداد وجوانب أيضا الحوافز للاعبين. الجانب الآخر حينما يصبح اللاعب حسه وعقله مشغول بالمكافآت، مشغول بالأمور المادية، هنا يخف قليل ويكثر الضغط عليه في الميدان. نعم أستاذ عبد الرحمن، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من صنعاء مدرب منتخبنا الوطني للناشئين الكابتن محمد ختام. مرحبا بك كابتن محمد. حياتي، مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وجميع المستمعين. مرحبا بك كابتن محمد، في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز الرياضي الكبير، ونبارك لكل اليمنيين هذا الحدث الرياضي الهام الذي انتزعتوه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، إلا أنكم أصريتم وبعزيمتكم وعزيمة اللاعبين أن يعني تضيفوا لليمنيين فرحة في هذه الظروف الصعبة. بداية، ظروف تأهيل المنتخب، منتخب الناشئين في هذه التصفيات، كيف تم الإعداد؟ كيف مرت بكم الظروف حتى وصلتم إلى هذه البطولة وحققتم هذا النجاح؟ أولا ألف شكر لك على هذا الإطراء وهذا الدعم وهذا الوصف. ثانيا، احنا يعني بالنسبة لموضوع التحضير والإعداد والاستعداد للبطولة، كان يعني تحضير يعني يدعو إلى البكاء، ولكن عزائنا في هذا الأمر، نحن الحمد لله عملنا الإنجاز ونسينا كل المعاناة وكل التعب اللي مرت معنا في فترة التحضير والإعداد. نعم. لكن نحن كان عنا هاجس في هذه البطولة، هو زرع بسلة بوجوه الشعب الطيب اليمني اللي محتاج لهذه البسمة. نعم. الحمد لله نحن كان هاجسنا إنه الفوز والتأهل، ولكن كان عنا الهاجس الثاني هو إسعاد الجماهير. نعم. فدائما كانت في جميع محاضراتي وجميع اجتماعاتي مع اللاعبين تذكيرهم ب 30 مليون ينتظرون ويتابعون، والحمد لله انه الشباب كانوا على قد الموقف وحققوا البسمه اللي شاهدناها من لحظه وصولنا عدن الى وصولنا لصنعاء. نعم كابتن محمد، ربما يعني نريد أن نطلع ويطلع المشاهدين الكريم على الظروف التي عشتموها في مرحلة الإعداد والتحضير لهذه البطولة. حبيبي، أنا قلت لك يعني هي يعني ظروف صعبة جدا جدا، ولا ولا يعني لا أتمنى أن أعيد ذكرها أنا يعني بـ نعم. بـ بـ بالمعاناة اللي مرينا فيها. هل يعني كان لكم معسكرات تقريبا؟ هل كان لكم مثلا معسكرات ولو داخلية؟ نحن دعينا، أنا وصلت عدن بواحد اثنين تقريبا، وكان الموعد هو كما الكل الجميع بيعرف توقيت البطولة، يعني أكثر من شهرين تقريبا، شهرين وعشرة أيام بين وصولي وموعد البطولة. المعاناة الأولى اللي كانت هي موضوع الكشف الطبي عن اللاعبين، فكان كل ما أقوم بتركيز على مجموعة من اللاعبين نروح للكشف الطبي يطلعوا، والبعض أو نسبة كبيرة منهم خارج الكشف الطبي. نعم. أبدأ من جديد في مجموعة تانية، ونبدأ في التركيز على مجموعة تانية، ونفاجأ أيضا في البعض منهم رفضوا الكشف الطبي، فكانت هذه أكبر معاناتنا، بالإضافة إلى السيولة المالية اللي كانت يعني هي العائق الأكبر. كان هذا يعني عذاب جدا لنا، وبنفس الوقت اللي كان يعني يداهمنا سريعا، فاشتغلنا على عاملين، الظروف والوقت. لكن مثل ما قلت لك انه نحن بعد الانجاز اللي تم ان شاء الله بدنا نتناسى او ننسى المعاناه والتعب والتحضير والاعداد اللي تم قبل البطوله. طبعا سؤالك عن انه نحن هل تم لنا معسكر؟ كان معسكر فقط في صنعاء، واكتفينا في المباريات الوديه، اكتفينا على مباريات محليه مع انديه صنعاء، لعبنا مع الأهلي مباراتين، ولعبنا مع شعب صنعاء، ولعبنا مع مايو، ولعبنا مع اليرموك. نعم. هذه الاستعدادات اللي كانت بالنسبة لنا من المباراة التدريبية والمعسكرات. نعم. فقط في صنعاء. نعم كابتن محمد، يعني نتكلم يعني ربما بأكثر وضوح وشفافية، هل كنت تعتقد كابتن محمد بأنكم ستحققون هذا الإنجاز، أم كان حضوركم فقط من أجل المشاركة وعدم تغيب منتخبنا الوطني في هذه البطولة؟
أخي الكريم، بالنسبة لمحمد ختام عنده سي في وتاريخ وسجل يعني محافظة عليه على هذا الأمر ضروري جدا. نعم. فكان الهاجس عندي هو أنه أنا أضيف إلى السي في تبعي حدث ثاني، لكن في فترة التحضير وفي فترة الأعداد كان للأسف أنه القائمين من في صنعاء على الفريق أنه نحن رايحين للحضور فقط، لكن اللاعبين والجهاز الفني في كان عندهم طموحات كبيرة، إنما أنه نحن رايحين نفوز على فرق تفوقنا في كل شيء ولا يمكن المقارنة بيننا وبينهم. هذا أمر يعني في كرة القدم أرض الملعب تحسمه، ما قبل أرض الملعب ممكن نقول أنه نحن رايحين بظروف يعني صعبة تحصيل النقاط أو تحصيل الفوز. نعم. ولكن أرض الملعب أثبتت العكس. نعم كابتن محمد، أكثر العناصر التي كنت تثق فيها بأنها ربما هي السند الوحيد لك، وأنت يعني بهم وبوجودهم ستعمل شيء، ستفعل يعني حدث وستغير فعلا من هذه المشاركة وستحقق ما تريد في هذه المباراة وهذه البطولة، وفعلا حققته. للأمانة يعني أنا كان عندي ثقة كبيرة جدا بموضوع حراسة المرمى، كان موضوع هذا المركز كان يعطي الطمأنينة لي ويعطيني الثقة الكبيرة. أضف لذلك وجود قلب الدفاع سلطان وحمزة، كمان كان عندي ثقة كبيرة في إمكانياتهم. في خط الوسط كان عندي في اللاعب تامر، كمان كان عندي بمكان ثقة كبيرة جدا. أضف لذلك المهاجم يحيى البليط اللي إن شاء الله أنا مستقبل كبير. نعم. بالإضافة إلى الجوكر اللي كان بإيدي هو أسامة البعداني. أسامة كان يلعب في خط الهجوم. نعم. لكن غيرت له أنا مراكزه واعتبرته الجوكر عندي بالفريق، في أي مركز أحتاجه كان يلبي لي الطلب. نعم. والغرض. كابتن محمد لا شك أن نعم كابتن محمد لا شك أن الإمكانات فارقة كبيرة جدا، وكان عندما دخل المنتخب للمباراة مع منتخب قطر الذي كان له معسكرات خارجية وداخلية وفارق الإمكانات الكبير في هذا المنتخب الذي يمتلكونها، كنا نتوقع يعني بأنه ربما تفوز قطر يعني بلا نقاش، خاصة مع تسجيل الهدف الأول في بداية المباراة، لكن انعكست الآية وستة أهداف يعني هزيمة ثقيلة. هل كان الحظ حليفكم أم فعلا كانت الإمكانات اللاعبين اليمنيين أكبر من إمكانات اللاعبين القطريين؟ حبيبي هذا السؤال وجهه لي قناة الكأس في قطر، وجهه لي نفس هذا السؤال. يعني هو في كرة القدم ما في منطق في كرة القدم، وبنفس الوقت المنطق يفرض نفسه في أرض الملعب. قبل نعم. قبل المباراة لا يوجد منطق في المقارنة بينهم وبينهم، لا يوجد أي منطق في هذا الأمر. نعم. ولكن أرض الملعب هي حكمت في المنطق. اليوم أنت تتلقى هدف في الدقيقة السابعة وتعود إلى المباراة، شغلة كبيرة جدا يا كابتن، على أطفال على شباب لأول مرة، رهبة المباراة، عدم خوض المباريات التدريبية خارجية، أمور كثيرة يعني بالبلد. لكن أرض الملعب هي فرضت نفسها، الشباب لن يتأثروا في هذا الأمر. وأنا لن أخفي عليك، منتخبات اليمن الناشئين الشباب تأهلوا سابقا، تأهلوا للنهائيات. نعم. ولكن تأهلوا بظروف إذا رجنا للمقارنة الفنية مختلف، الفريق الحالي مختلف عن الفرق السابقة. الفرق السابقة يعني حسب أنا الأشرطة اللي شفتها تعتمد الدفاع وتعتمد على الهجمات المرتدة، حصلت هدف أخذت نقاط، لكن هذا الفريق من لحظة دخولنا أرض الملعب كل من تابع وكل إنسان فني النزعة الهجومية موجودة عند هذا الفريق، وهذا الأمر كان تكريسي بشكل كبير على هذا الرمان. أنا كان هاتي أنه أن لا أكون بحالة دفاعية. نعم. الفريق سجل الأهداف الستة ونسبة للتسجيل العالية بالإضافة إلى الأهداف اللي لم يسجلها. نعم. علينا أن نفتخر في أسلوب الفريق في أرض الملعب وليس النتيجة الرقمية. نعم. علينا أن نفتخر في أسلوب الفريق الممتع في أرض الملعب. نعم. واللعب الجماعي اللي كان موجود فيه. قد تقول لي انه يعني فترتك الزمنيه هل هي عملت هذا؟ في روح في رغبه عند اللاعبين للتعلم والانضباط. نعم. الانضباط داخل الملعب، الانضباط خارج الملعب.
نعم. كل هذه الأمور ساعدت على هذا العمل. طيب كابتن محمد، سبقتنا بعض الفرق بالتأهل. نعم. ولكن بالمستوى ما أعتقد أنه في فريق أدى نتيجة وأداء بمستوى نعم. هذا الفريق. طيب كابتن محمد، إذن حققتم هذا الحدث الجماهيري الكبير، الرياضي الكبير عفوا، ووصلتم إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين. الآن التحدي الأكبر كابتن محمد ختام، هل هناك اهتمام، لمستم اهتمام من الحكومة الشرعية، من الاتحاد اليمني لكرة القدم، بأنه سيتم عمل معسكرات للمنتخب حتى يدخل البطولة ويحقق فعلا نتيجة مشرفة؟ ولماذا لا يصل حتى إلى النهائي مثل ما عملها في عام 2002 في منتخب الأمل؟ هذا الفريق يا حبيبي 2002 كان في فريق غير نقي، هذا الفريق فريق نقي، لازم نحن ما نتكلم أكبر من حجمنا يعني. نعم. رجاء الطموحات، عند كل إنسان في عنده طموح، وكل واحد يتمنى الوصول لأعلى المراتب، ولكن في أمور بتبقى بتفرض عليك نفسها أكثر من الطموحات. نعم. نحن طموحنا أنه نوصل إن شاء الله للنهائيات، نوصل لكأس العالم، لكن الأمور بيد اتحاد كرة القدم. الآن الأمور بيد اتحاد كرة القدم. للآن نحن عطينا اللاعبين إجازة وكل واحد في بيته. ما بقدر أنا أقول لك أنه من سيقود المرحلة ومن سيتحكم في المرحلة القادمة، لكن أتمنى من الجميع، من كل الشباب، من كل الناس اللي استقبلونا واللي أذهلونا بهذا الاستقبال من عدن إلى صنعاء، أتمنى منهم وجميع القيمين على كرة القدم يتابعوا هذا الأمر مبكرا. نعم. يتابعوا هذا الأمر من الآن، أتمنى من الجميع. نعم. أنا هون يعني عندي شكر كبير جدا جدا للشيخ العيسي. نعم. أنا لم ألتقي بالشيخ العيسي سوى مرة واحدة منذ 4 سنوات. نعم. وليس لي معرفة معه، ولكن اللي شيء لمسته من دعم للفريق أنا بحيي هذا الإنسان وبشكره جدا جدا. نعم. أتمنى أنه نداء خاص مني له أن يبدأوا من الآن في إعداد فريق، سواء كان كابتن محمد ختام معهم أو أن لم يكن كابتن محمد ختام معهم. نعم، نتمنى إن شاء الله أن يصل صوتك كابتن محمد ختام مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، ويعني نبارك لكم مرة أخرى على هذا الإنجاز الرياضي الكبير. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام، قبل أن نعود لضيوفي بقية الضيوف، نذهب الآن لمتابعة آراء اليمنيين والشارع اليمني عن الإنجاز الرياضي الذي حققه الناشئين للتأهل لبطولة كأس آسيا في ماليزيا، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. نبارك للشعب اليمني وللقيادة السياسية الحكيمة وبالأخص الاتحاد العام لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، نبارك لهم الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب اليمني. وفي الحقيقة هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، قد تحقق منذ زمن أن تأهل منتخب اليمن للناشئين إلى كأس العالم، لكن الصعوبة هي أن المنتخب اليمني وفق الظروف الجغرافية والمناخية والظروف الصعبة التي يعيشها المنتخب اليمني والشعب اليمني بشكل عام في هذه الأيام، هي التي جعلت من هذه أو من هذا التأهل لمنتخب الناشئين شيء عظيم، نتيجة عدم إقامة النشاط الرياضي في كل المحافظات وعدم تواجد وتفعيل وزارة الشباب والرياضة نشاطها بشكل جيد. فنبارك تأهل منتخبنا اليمني للناشئين إلى نهائيات كأس العالم، ونتمنى إن شاء الله المزيد في النهائيات القادمة. منتخبنا اليمني وصل لمرحلة قوية جدا بتصفيات كأس آسيا، رغم الأزمات القوية التي مرت بالمنتخب، لدرجة أنه يعني كان منتخب حقنا ما عسكرش، ما فيش تمارين، رغم الأزمة اللي في اليمن يعني ما فيش ملاعب، ما فيش لعب، أكثرهم طلعوا من أندية ما بدون تمارين، بس الحمد لله بفضل الله أنه المنتخب حقنا وصل إلى مرحلة قوية وتأهل بتصفيات كأسية وقدم مستوى كبير جدا. يعني من المستحيل أنه أي منتخب بهذا بيمشي بيدن المشاكل والأزمات هذه نطلع على المرحلة هذه، يعني مرحلة قوية جدا ونشكر الله على هذه المرحلة. بفضل الله منتخبنا اليمني رغم ما يعانيه من الأزمات ورغم ما يعانيه من في المعسكرات اليمنية وكل واجه كل التحديات في تمارينه وفي معسكره، ووصل إلى نهاية تصفيات كأس آسيا وإن شاء الله إلى الأمام. منتخب اليمن للناشئين رغم الظروف التي يعانيها ورغم الظروف التي تمر بها البلد ولا يوجد لهم دعم ولا تشجيع، رغم هذا كله أتأهل إلى نهاية كأس آسيا.
ونتمنى له التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم، ونرجو من القيادة السياسية الاهتمام بهذا المنتخب كي يكون رديف للمنتخب الوطني. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه التصريحات، ربما هي متنوعة وعكست فعلا مقدار الفرحة التي سعد بها اليمنيون عندما حقق منتخب الناشئين هذا الإنجاز الرياضي. أعود إلى مارب عبر الأقمار الصناعي مع الأستاذ عبد الرحمن عقيل. أستاذ عبد الرحمن، تابعت حواري مع مدرب المنتخب الوطني، هل يعني لمست من المدرب ومن كلامه بأن هناك ربما يعني اهتمام سنلمسه في البطولة في ماليزيا وسيحقق المنتخب يعني مراكز متقدمة؟ أستاذ عبد الرحمن، تابعت ما طرحه الأخ، تفضل. تابعت ما طرحه الأخ الكابتن محمد ختام حول المرحلة الأولى ومرحلة الإعداد. حقيقة عانوا معاناة شديدة بدءا من الإعداد، ضيق الوقت، مسافة الطريق الذي قطعوها إلى مسقط ثم إلى الدوحة، هناك معاناة شديدة، والمعاناة ولدت هذا الإبداع، وهذا الإبداع هو الذي رسم الفرحة في وجهنا. لا شك أن المرحلة القادمة والفترة القادمة هي أصعب من المرحلة الماضية. المرحلة القادمة ستجد في المجموعة منتخبات لها باع طويل، منتخبات لها إمكانات، منتخبات لها فترة من الفترات، وهي تعد هذه المنتخبات، منتخبات تعسكر في الخارج، مباريات كثيرة. فنحن بحاجة إلى أن يجتمع الجميع مثلما اجتمع الآن، وادعى كل شخص أنه الوصي على هذا المنتخب سواء هنا أو هناك، وفي الحقيقة لم يكن أحد يأبه لهذا المنتخب سوى قيادة الاتحاد ممثلة بالشيخ أحمد صالح العيسي الذي رعى ودعم هذه المنتخبات، سواء منتخب الناشئين ومنتخب الشباب الذي سيشارك في منتصف أو قبل منتصف الشهر القادم الشهر الجاري، أو المنتخب الذي الأول الذي وصل اليوم إلى الدوحة للمشاركة أمام الفلبين. نحن بحاجة إلى الالتفات وأن يلتفت كل من تجمهروا حول هذا الإنجاز الكبير والإنجاز الرائع الذي حققه هذه الكتيبة الحمراء، كتيبة اليمن، كتيبة الأمل، أن يلتفت هؤلاء جميعا حول إعداد هذا المنتخب للفترة القادمة. لا ينتهي البهرجة بهم وتصوير وتصوير معهم، وأن يحولوهم إلى شيء غير صحيح وإلى مسار توظيفهم سياسيا، هكذا تريد القول أستاذ عبد الرحمن، مسار وإطار الرياضة. لا شك، لا نريد أن يحولوا هذا المنتخب إلى منتخب سياسي، نريد أن يكون هذا المنتخب منتخب رياضي يمثل كل أطياف الشعب اليمني، يمثل كل أبناء الشعب اليمني، يمثل 25 مليون يمني. فنريد أن يكون هذا المنتخب منتخب خارج عن إطار السياسة، حتى لا يقتلوا هذا المنتخب، حتى لا يحولوا هذا المنتخب إلى لعبة سياسية بأيدي الساسة. نعم. ومن أراد أن يدعم هذا المنتخب فللمنتخب قيادة الاتحاد ممثلة بالشيخ أحمد العيسي وأعضاء مجلس إدارته، فعليهم أن يدعموا هذا المنتخب عبر قيادة هذه اللعبة. نعم. أستاذ عبد الرحمن، ذكرت فعلا نقطة مهمة، التنافس على التصوير وأخذ صور التذكارية والتكريمات مع منتخب الناشئين بعد أن حقق هذا النجاح. نريد أن ينعكس هذا التنافس في دعم هذا المنتخب ورعايته حتى يصل إلى النهاية. نعم، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من صنعاء عضو الفريق الإداري في المنتخب الوطني للناشئين الكابتن أحمد الجعدي. مساء الخير كابتن أحمد. مساء النور، مرحبا. مرحبا بك كابتن أحمد، ربما أنت أحد الإداريين في منتخب الناشئين وكنت معهم خطوة بخطوة، لمست كل المعاناة وحتى حققوا هذا الإنجاز وعدتم إلى اليمن. أكثر الصعوبات التي تتمنى أن لا يعني تواجهكم في الأيام المقبلة عندما تذهبون للمشاركة في البطولة ونهائية كأس آسيا؟ في البداية أنا أود أن نشكر قناة بلقيس على مشاركتها إنجاز المنتخب الوطني للناشئين الذي تأهل إلى نهائية آسيا والتي ستطال العام القادم في ماليزيا. طبعا هذا الإنجاز جاء بجهود كبيرة بذلت من الجهاز الفني والإداري وقيادة الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي. هذا الرجل الذي لولاه دعمه وجهوده الملموسة
في إعداد هذا المنتخب بعد الله سبحانه وتعالى، لما كانت هناك مشاركات خارجية لجميع المنتخبات بالاستثناء. طبعا أكيد يعني إنجاز هذا المنتخب في ظل هذه الظروف الصعبة وإفراح الشعب اليمني في ظل ما يعانيه يعتبر أفرح جميع أبناء الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه إلى شرقه إلى غربه، وهذا إنجاز الكل يعلم أن الكل فرح بهذا الإنجاز. تم استقبالنا استقبال كثير وحفاوة من قبل الأخوة في عدن، وتم تكريمنا، وهناك أيضا في صنعاء تم استقبالنا استقبال كبير وتم تكريم المنتخب، وهذا يشكر عليه كل القائمين على الرياضة. طبعا هناك المنتخب يحتاج إلى جهود خلال الفترة القادمة كما قال الأخ عبد الرحمن، هناك طبعا ستكون هناك المشاركة والبطولة النهائيات آسيا ستكون هناك أقوى. نتمنى من اتحاد كرة القدم والمعنيين على الرياضة أنه إنجاز المنتخب الوطني الناشئين أنه يستمر هم يستمر إعداد المنتخب خلال البرنامج الذي سيقدم من مدرب المنتخب، وحتى يكون هناك مشاركة مشرفة في النهائيات، وحتى نعيد البسمة لهذا الشعب اليمني، وأيضا نعيد ذكريات منتخب الأمل إلى نهاية كأس العالم إن شاء الله. طيب كابتن أحمد، الآن السؤال الأهم الذي ربما يتساءل عنه كل اليمنيين، هل الآن لديكم في الاتحاد خطة لمعسكرات لتأهيل المنتخب حتى يصل بصورة مشرفة للكرة اليمنية في ماليزيا ويحقق مراكز متقدمة في البطولة؟ طبعا بعد نهاية البطولة وبعد تكريم المنتخب مثل ما قال الكابتن محمد ختام، الكل يعني سيأخذ فرصة إجازة رسمية، يعني إجازة. وبالنسبة لإعداد المنتخب هذا سيكون على عاتق اتحاد كرة القدم، الذي ستكون هناك خطة أكيد، ونحن واثقون من قيادة الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ محمد صالح العيسي أن هذا المنتخب سيكون له إعداد مميز بإذن الله، وحتى يستمر في يعني تحقيق النتائج المشرفة والتهنئة كأس العالم. نعم. فهذا المنتخب إن شاء الله بإذن الله الاتحاد العام لكرة القدم يعمل على إعداد وإعداد جيد، ومن خلال المعسكرات الخارجية، من خلال المباراة الودية، من خلال أيضا دعمه بكل إمكانيات الاتحاد. نعم. إن شاء الله. نعم أستاذ أحمد، سؤال أخير فقط، ربما تساءل الكثير وربما امتعض الكثير وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام المنتخب وتوظيفه سياسيا لدعم طرف معين أو طرف معين، لماذا أنتم في الإدارة يعني ما يكون جهدكم أن تبعدوا عن هذا الصراع ويبقى المنتخب باسم اليمن بشكل عام بعيدا عن هذه التوظيفة السياسية لخدمة جهة معينة؟ طبعا أخي بالنسبة لهذا الموضوع، يعني أنا أعتقد أن الاتحاد العام لكرة القدم هو قد استخدم سياسة اللي هو سياسة إبعاد الرياضة وعدم إقحام الرياضة بالسياسة، وهذا مبادرة كانت موجودة من، والدليل أنه الآن المشاركة الخارجية للمنتخبات الوطنية تتم بصورة طيبة، بصورة يعني بعيدة عن التوظيف السياسي. لن يكون هناك أي توظيف سياسي خلال مشاركة المنتخب الوطني، وكنا نجتمع مع اللاعبين وكنا نوعيهم أن هذا المنتخب منتخب الجمهورية اليمنية، منتخب اليمن، ليس منتخب شخص ولا فئة ولا مجموعة ولا يمكن أن نوظفه لهذا الشيء أبدا. نحن منتخب عدن، نحن منتخب صنعاء، نحن منتخب ذمار، نحن منتخب حضرموت، نحن منتخب تعز، نحن منتخب الجمهورية اليمنية، ولا يمكن أن نوظف هذا المنتخب لصالح أي شخص. وإذا كان هناك حدوث أي كذا فهذا يعني شيء يعني قد يكون طارئ، يعني فأوصل رسالتي أن هذا هو المنتخب، هو المنتخب لليمن، والدليل أنه تم تكريم المنتخب في عدن. نعم. وتم أيضا استقبالهم في دمت وفي يريم وفي ذمار وفي وتم تكريمهم في صنعاء، فهذا منتخب لا يمكن أنه يتوظف سياسي، لأن هذه هي نهج الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ محمد صالح العيسي، هذا الرجل الذي يستحق منا كل حب وتقدير واحترام ولمشاركة المنتخبات الوطنية بشكل عام، يعني مشاركة المنتخبات في هذه الظروف الصعبة بحد ذاته يعتبر إنجاز للاتحاد العام لكرة القدم بصراحة. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله المباراة القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني يحقق فيها نتيجة إيجابية
على الفلبين ايضا مشاركه ان شاء الله ويتاهلنا اسيا، ولا ايضا مشاركه منتخب الشباب ان شاء الله في شهر 11 نتمنى ان يتاهل الى اسيا. هذا المنتخب لن يوظف سياسيا ولا يمكن ان يوظف سياسا. شكرا. ولا يكون على بال اي احد ان هناك اداري او اي شخص يعمل على، بالعكس نحن نعمل على اتباع سياسه الاتحاد العربي لكره القدم. شكرا أن لك. ان الرياضه بعيده عن السياسه نهائيا. اشكرك كثير ان هذا المنتخب سيكون هو منتخب اليمن، منتخب الجمهوريه اليمنيه باذن الله. شكرا جزيلا لك عضو الفريق الاداري لمنتخب الناشئين الاستاذ أحمد الجعدي، كنت معنا من صنعاء. مشاهدينا الكرام نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، أعدها الزميل ودي عطاء عن المنتخب الوطني للناشئين ومسيرته الكروية، ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا معكم في هذه الحلقة التي خصصناها عن الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه منتخب الناشئين. أعود إلى مأرب مع الأستاذ عبد الرحمن عقيل. أستاذ عبد الرحمن، ربما الجميع يعني يعول بالدرجة الأساسية والرئيسية على الاتحاد اليمني لكرة القدم بعيدا عن وزارة الشباب والرياضة، سواء في الحكومة الشرعية أو التي تتبع الانقلابيين. هل فعلا هناك تجاهل كبير من وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية، ولا يعني ربما لا يذكرون المنتخبات إلا عندما لأخذ الصورة التذكارية أو عندما يعودون بأي يعني تحقيق أي لقب في هذه البطولات التي يشاركون فيها؟ ما طرحته أخي بشير هو عين الحقيقة، فلم يكن أحد يسأل أين هذا المنتخب، أين يتدرب هذا المنتخب، كم اللاعبين الموجودين في هذا المنتخب، أين يأكل، أين يسكن هذا المنتخب. لا أحد يعلم عن هذا المنتخب شيء سوى قيادة الاتحاد الذي بذلت ووفرت وسهلت لهذا المنتخب المشاركة. فحينما استطاع هذا المنتخب رسم الفرحة والتأهل إلى النهائيات، ادعى كل شخص أنه هو الوصي على هذا المنتخب وأنه هو صاحب السبق لهذا المنتخب، فيما الحقيقة لم يسأل عليه أحد، ومن سأل عليه هناه بالتليفون إلى الدوحة بمناسبة الفوز. لكن عندما عادوا وكلهم هم من صنعوا هذا الإنجاز، وليسوا اللاعبين وليس الاتحاد. وأنا أقولها عبر قناتكم، لولا جهود الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد لم يشارك هذا المنتخب، ولم يشارك المنتخب الأول الذي وصل اليوم إلى الدوحة لخوض مباراتها الأسيوية أمام الفلبين. ولولا سمح الله لو انتكس هذا المنتخب لرأينا وقرأنا وسمعنا كل الجلد لقيادة هذا الاتحاد. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، نشرك معنا في الحديث أيضا الآن وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع.
إذا إلى أن يجهز الأستاذ شفيع ربما لم نتمكن الآن من الاتصال به، سنتصل به لاحقا. طيب أستاذ عبد الرحمن، إذا الآن ربما السؤال الأهم فيما يخص منتخب الوطني للناشئين وأيضا كرة القدم اليمنية بشكل عام، أين تكمن العقدة في عندما يتأهل هذا المنتخب إلى أي إلى 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 نهائيات أي بطولة، سواء كانت للشباب أو الناشئين أو المنتخب الأول؟ هل فعلا المحسوبية والوساطة تفرض على هؤلاء اللاعبين ويتم اختيارهم بانتقائية، يعني يخضعوا لعنصر الوساطة، وهذا ربما هو المعضلة الرئيسية التي يعني كل المنتخبات تضيع بعد أن تحقق أي إنجازات عندما تكون في مراحلها الأولى؟ لا أعتقد أخي بشير أن هذا الشيء موجود على الإطلاق. فقيادة الاتحاد واللجنة الفنية ولجنة المنتخبات وكذلك الجهاز الفني والإداري يريد أن يحقق فوز، يريد أن يعتلي، يريد أن يرفع العلم الوطني، يريد أن يرفع وأن يرفع من شأنه ومن شأن اليمن. فعندما تحل الوساطات لا تستطيع أن تحقق فوز أو تحقق نجاحات. فلا أعتقد أن هذا موجود على الإطلاق يعني موضوع المحسوبية، لكن هناك عوامل أخرى، منها العوامل عدم وجود الإمكانيات، عدم وجود المنشآت، البنى التحتية، عدم اعتماد رواتب ثابتة للموظفين، عدم توظيفهم توظيف حكومي، عدم أيضا وجود التأمين الصحي للاعبي المنتخبات. فعندما يصاب من الاتحاد هو الذي يتبنى علاجه، أو يتكفل وزارة الشباب والرياضة $1,000 وتذكرة سفر، واللاعب يحتاج إلى مبلغ كبير وسكن ومعيشة في الدولة التي سيذهب للعلاج فيها. فهذه هي من المعضلات الكبيرة. أيضا من المعضلات أيضا أن اللاعب لا يهتم لنفسه حينما يكبر وحينما يحقق نجاحات، فيتحول إلى إنسان يرى أنه أصبح كبير. فهنا يدخل دور الجانب التربوي، دور الأسرة، دور أيضا الجهاز الفني والإداري في توطين هؤلاء اللاعبين مع توفير الجوانب الأخرى من البنى التحتية والمنشآت وغيرها من ذلك، وأيضا فترة الإعداد المناسبة والمباريات التجريبية الخارجية الذي تصنع الاحتكاك لكي يشارك وهو جاهز للمشاركة. وقد وقف المدربون في المنتخبات على 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 المباريات، واستطاعوا أن يوصفوا، واستطاعوا أن يحددوا تشكيلتهم وقوام لاعبيهم الذي طيب أستاذ عبد الرحمن، نشارك معنا في الحديث الآن، انضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور أخي بشير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ شفيع. في البداية، ماذا يمثل هذا الإنجاز الرياضي بالنسبة لكم أنتم في وزارة الشباب والرياضة؟ بداية دعني أبارك المنتخب الناشئين على هذا الإنجاز الكبير، وكما أبارك جهازه الفني والإداري والذي يقف من وراءهم الاتحاد اليمني العام لكرة القدم. هذا الإنجاز أعتقد أنه هو طبعا للمرة الرابعة في تاريخ البلد أن يتأهل المنتخب الناشئين إلى نهائيات كأس آسيا، بعد أن كانت بارقة الأمل الرائعة التي حققها اليمنيون في التأهل لنهائيات كأس آسيا والخوض المباراة النهائية بعد أن خسروها أمام المنتخب الكوري الجنوبي في 2012. وهذا المنتخب الذي أطلق عليه حين منتخب الأمل استطاع أن يصل إلى نهائيات كأس العالم رغم خروجه من الدور الأول، لكنه إنجاز غير مسبوق للكرة اليمنية. هذا الإنجاز أعتقد أنه يأتي في ظروف قاية في الصعوبة تمر بها البلد بعد الانقلاب الميليشياوي على الدولة واختطاف الدولة واختطاف كل مقدرات اليمنيين. المنتخب هذا استطاع أن يوحد الجماهير اليمنية رغم معاناتها رغم الألم، وعاد إليها كثيرا من أو شيئا من الثقة في الذات بأن لدينا القدرة أننا نستطيع أن نتجاوز الكبوات ونستطيع أن ننتقل إلى مستقبل أفضل متى ما تحققت الإرادة لدى اليمنيين. هذا المنتخب الذي وحد اليمنيين على مختلف الصراعات، على مختلف الانقسامات اللي موجودة والتي خلفتها ميليشيات الحوثي وصالح، استطاع ان يوحد اليمنيون وان يرسم البسمه على شفاه الجميع. هذا الانجاز لا يحق لاحد ان يدعيه، لا يحق لاحد ان يختطف الانجاز ممن صنعها. الانجاز
الحقيقي هو الجنود المجهول له واللاعبون الذين اثبتوا وجودهم على ارضيه الملعب واستطاعوا ان يتقلبوا على المنتخبات تفوقهم قدرات نعم. وتفوقهم امكانات، بل ان بلدانهم حتى تفوق اليمن من حيث الامكانات والقدرات كمنتخب. طيب استاذ شفيع، نعم استاذ شفيع، ربما الان وجود حاله من الاستقرار. نعم السؤال الاهم استاذ شفيع، ربما سمعت المدرب وسمعت عضو الفريق الاداري وسمعت الاستاذ عبد الرحمن، الجميع يعني اكد ربما اتفقوا جميعا بان الوزاره كانت ربما بعيده أو لم تكن مشاركة بصورة مباشرة مع المنتخب وإعداده حتى حقق هذا النجاح وهذا المشاركة الجميلة. الآن السؤال الأهم، أنتم في الوزارة بعد هذا النجاح هل ستولوا اهتمام مباشر فعلا لاتحاد كرة القدم ولمنتخب الناشئين على وجه التحديد من أجل أن يواصل هذه المسيرة؟ سؤال ما غاية في الأهمية، لكن علينا أن ندرك حقيقة واحدة، أن الرياضة لم تكن من ضمن أولويات الحكومات في الوضع الطبيعي داخل الجمهورية اليمنية، فما بالك في حالة الحرب، الحالة الاستثنائية التي نعيشها اليوم. لكنني يعني أطمح من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن يلو هذا المنتخب الاهتمام الكامل، على اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها الموازنة التشغيلية حتى وليس لديها ايضا من الامكانات التي تستطيع ان تقدم الدعم لمنتخب الناشئين. لكن معالي الوزير الاستاذ نايف صالح البكري يبذل الجهود ولن يتوانى في خدمه المنتخب بما هو متاح، لكن اعتقد ان التحدي الاكبر هو اليوم على الحكومه الممثله برئيس الحكومه وايضا بالرئيس هادي ان يولوا هذا المنتخب اهتمامهم الكامل، على اعتبار انه يمثل انجاز مما تحقق اليمنيين ومشاركته في نهائيات كاس اسيا ليست بالشيء الهين. نعم ايضا انا ضد فكره التوظيف السياسي للمنتخب، علينا ان نتعاطى مع المنتخب كما هو وان نقف الى جانبه، لا ان نتصدر المشهد نيابه او نزاحم من صنعوا الانجاز، نزاحمهم في الصوره، نزاحمهم في المشهد، نحاول ان نختطف هذا الانتصار الذي حققوه. دعونا نعمل ونوكل الامور الى اهلها ونعطي الخبز لخبازه، وعلينا ان نقدم الدعم لهذا المنتخب. انا في تقديري الشخصي ان متى ما توفرت الامكانات لدى وزاره الشباب والرياضه فانها لن تألو جهدا في دعم هذا المنتخب او غيره من المنتخبات. مع تقديم هنا رساله شكر وتقدير للاتحاد اليمني العام لكره القدم الذي اسهم بصوره ممتازه جدا في ظل الوضع الذي تمر به اليمن، كان بامكانه ان يقدم الاعتذار على المشاركه في اي محفل من محافل كره القدم، لكنه ابى ان يسجل الحضور في كل الانشطه كل المسابقات والاستحقاقات الموجوده للكره اليمنيه. راينا نعم. منتخب الناشئين، راينا منتخب الشباب، كذلك المنتخب الاول. نعم اشكرك. هذه كلها تحسب الاتحاد اليمني العام لكره القدم بعيدا عن اي توظيف سياسي اخر. شكرا جزيلا لك وكيل وزاره الشباب، كنا نتمنى ان تكون معنا من يعني وقت اكثر لكن انتهى الوقت، وانت ايضا ربما اوجزت واوصلت الرساله المهمه. شكرا جزيلا لك الاستاذ شفيع العبد وكيل وزاره الشباب، كنت معنا من القاهره. وعوده اخيره الى مارب عبر الاقمار الصناعيه مع الاستاذ عبد الرحمن عقيل. استاذ عبد الرحمن، كلمه اخيره نختم بها منك، تفضل. الكلمه الاخيره، انا ادعو الحكومه الشرعيه، حكومه الدكتور احمد بن دغر والاستاذ نايف صالح البكري، الى ان يهتموا بهذا المنتخب وان يحافظوا على هذا الانجاز الذي حققه لاعب منتخب الامل للمره الثانيه، ونحن بحاجه ماسه الى مثل هكذا انجازات. وادعو كل من يريد ان يلتقط صور مع المنتخب ان يدعم هذا المنتخب عبر قياده الاتحاد. الصحفي الرياضي الاستاذ عبد الرحمن عقيل، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من مارب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لم يبقى الا نستعرض تعليقاتكم حول الانجاز الرياضي الكبير الذي حققه ابطال اليمن للناشئين، ونستعرض بعضا من هذه التعليقات. بدايه من صديق البرنامج الاخ وليد جحزر يعلق بالقول: هذا المنتخب اسعدنا في توقيت مشحون بالالم والحزن، لمثل هؤلاء الاشبال ترفع قبعات التقدير بعد تفوقهم على كل المعوقات كالحرب، وأيضا على الإمكانات والظروف القاسية وصعوبة التنقل، الإعداد البسيط، غياب الدعم، ومع ذلك جاء التأهل ليمطر أرواحنا بفرح غزير لا يوصف. وليد جحزر. تعليق آخر أيضا من صديق البرنامج الأخ موسى يعلق: متى نرى السياسيين يصنع فرحة للشعب اليمني كما صنعها منتخب الناشئين؟ مبروك للشعب اليمني هذا الفوز والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2008.
18. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقة من بين قوسين التي خصصناها لمنتخبنا الوطني للناشئين والإنجاز الكروي الذي حققوه في هذه البطولة. في ختام الحلقة شكرا جزيلا لضيوفي الأكارم، كان معنا وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ شفيع العبد، كان معنا أيضا الأستاذ عبد الرحمن عقيل الكاتب الرياضي، وكان معنا أيضا من صنعاء مدرب منتخبنا الوطني للناشئين محمد ختام، وكذلك عضو الفريق الإداري أحمد الجعدي. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر. حتى الملتقى من في حلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.